يجمع الخير بديت ليامات راني نشك في انه الكلاوات هم كائنات فضائيه رجل الاولاد راني نحسهم راني مش ناس عاديين والاولاد في هذا الفيديو باش نقدم لكم يعني مسيره حياه الكلاوات وكيفاش قاعدين يعيشوا وشنو تصرفاتهم. المهم الاولاد قبل ما نبدا ما تنساوش تصليوا على النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام لايك وفولو وبسم الله نبدا. المهم الاولاد في الفيديو الجاي انا باش نعمل لكم تحديات، انتم ابطل التعليقات اكتبوا لي التحديات اللي تحبهم والعقاب اللي تحبوني ننفذه، وإذا كان خسرت أكيد ننفذ العقاب نتاعكم، وإذا كان ربحت ما نعمل شيء، هذيك هي المشكلة. وفما تعليق من التعليقات في الفيديو اللي فات دخلت نقرا في التعليقات لقيت واحد فيكم كاتب لي حاول اتحدث يعني شوية بالعربية خاطرنا ماناش نفهمو فيك. أوكي الأولاد خاطر فما برشا يعني أنا نحكي باللهجة التونسية يعني ونعرف أنه يعني اللهجات يعني مختلفة من دولة لدولة، المهم الأولاد باش نحاول في الفيديو هذا نحكي شوية بالعربية ونسهل لكم، يعني نجم نعمل أخطاء شوية في العربية من غير ما تركزوا فيهم. اوكي مرحبا شباب في فيديو جديد ما نعرف معا الكلاوات. ام سوري الاولاد لحظه الاولاد. المهم الاولاد خلينا نحكيوا على مصدر الرئيسي للكلاوات وين يسكنوا. الاولاد الكلاوات هم يعني ناس موجودين بالفتره في اي سيرفر تلقاهم، سيرفر شرق الاوسط، سيرفر البرازيلي، وهذا يدل على انهم منتشرين بكثره وهم النسبه الاكبر في اللعبه مما يدل على انهم كائنات فضائيه. وبخصوص عمر الكلاوات عمره يعني فما ناس تقول عمره لا يتجاوز يعني بين 7 و16 سنة، لكن فما ناس يعني فوق 57 سنة يلعبون في فري فاير وهم أصلهم كلاوات، وهذا شيء ثاني يدل على أنهم فضائيين. لكن الولاد عنده حاجة أسطورية يتميز بها الكلاوات هما ذكائهم، ذكائهم في الليل كي يقوموا في الليل يمشيوا ويسرقوا تليفونات أمهم ويلعبوا بهم في الليل الفري فاير، يعني نحكي مع الساعة يعني 12 بالليل وقت ما تكون الناس راقدة، وهذا دليل على أنه ما يرقدش في الليل واللي ما يرقدش في الليل ما يكونوا كان فضائيين. برجل الولاد المنظر هذايا والله ربي خفت منه وما عادش باش نحطه، كي نقول فضائيين تخيلوه وحدكم الولاد راني قاعد نمنتج والله ربي خفت منه. المهم الولاد رغم ذكاء هذا الكلاوي يعتقد انه وايت بالفرنسية يعني ارنب وهذا دليل على انه فضائي. لكن الشيء اللي خلاني احكي على الفيديو الولاد هو انك لما تقول له السلام يقول لك تعال روم، تقول له وش اسمك يقول لك في الحقيقة ولا في اللعبة، اقسم بالله هذه قاعدة تصير لي الايامات وهذا الشيء يدل على انه مش فضائي. والشيء الغريب اللي خلاني نستعجب ونستغرب من الكلاوات هو انهم دايما يبحثون على اعدادات فري فاير، والمشكل اول ما يلاقون اعدادات يروحون يلعبون بها سبام، اقسم بالله يعني هي اعدادات وان شوت، اعدادات للرقم الاحمر يمشيوا يلعبوا بها سبام يفنشوا بها مش عارف عليهم كيفاش يخموا الله اعلم طريقه التفكير الله اعلم. لكن الاولاد خلينا نحكيو شويه على الايجابيات نتاع المخلوق هذايا، المخلوق هذايا يحتفل لما يجيب البويه، اقسم بالله حاجه غريبه يعني في المخلوق هذايا نعرفش فرحته الاسطوريه العالميه لما يجيب البويه ولا لما يجيب سكين يعني يكون نادر. ثاني حاجه الاولاد انه الشخص هذايا لا يخون وعنده اصحابه والناس الكل يحبها ومحبوب من الناس الكل، لكن رغم الغباء اللي عنده وبالرغم انه يضرب كان الاصفر ونوب الناس الكلها تخاف منه، هذا بالرسمي لغز محير وعلش الناس الكلها تخاف من الكلاوات بالرسمي، وهون يقولوا انه كائن فضائي والله يخي كيفاش الناس تخاف منه الله اعلم. المهم الاولاد هون يكون وصلنا لاخر فيديو، كما قلت لكم ما تنساوش تكتبوا لنا التحديات، واذا حابين نكملوا في هذه السلسله ما تنساوش تكتبوا لنا في التعليقات، ما تنساوش تصليوا على النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام، ملتقانا الفيديو الجاي دمتم في رعاية الله.